الولادة والموت كيطراو في نفس الوقت، منين جبتي هاد العنوان هذا؟ من تحت الماء؟ وهو في الصراحة ما كذبتوش. اللي بغيت نقول، الولادة والموت هما جوج ديال الأحداث متزامنان، أي كيطراو متابعين. ملي كتولد كتموت من بعدها نيشان، وما كاينش واحد الفارق ديال الوقت أو فترة كتفصل بيناتهم، وكاين واحد الحرية كبيرة في هذا الإدراك. بطبيعة الحال إذا جا شي واحد وقال لكم أن الولادة والموت هما جوج الأحداث متابعين، أتسولوه شنو كامي ولا منين مقدي. المنطق السليم ديالنا كيقول لنا أنه راه كاين واحد الفاصل وفترة طويلة بيناتهم بجوج، على حساب شحال عشتي. يعني الموت والولادة ما كيجيوش متابعين، هذه حاجة واضحة بالنسبة لنا، ولكن بلاتي نشوفوا هذا العجب من جهة أخرى. البلان هنا هو أنهم ملي كندويو على هذا الفاصل الزمني اللي بين الولادة والموت، وشحال من حاجة نقدروا نديروها فيه وشحال نقدروا نجبدوه، اللي هو الشيء اللي كيشغل الإنسان بصفة عامة، يعني نمدو نطولو الفترة اللي كنعيشو فيها. هنا كنزقلو واحد الحاجة اللي كيسميها واي the vertical dimension أو البعد العمودي. إذا بقينا كندويو غير على البعد الأفقي، راه باينة غنزقلو البعد العمودي وعمر غنعرفو عليه شي حاجة، وعمر غنعرفو راه كاين أصلا. البعد الأفقي ما فيه حتى شي معلومة ولا شي إشارة على البعد العمودي. عارف هدرتي هنا كتسمع كأنني مقدي المزيانة، ولكن غير بقاو معايا غنفهمو كلشي. إذا قدرنا نحيدو هاد المعارضة اللي كتجي أوتوماتيك مول دماغنا ملي كنسمعو هاد الفكرة أن الولادة والموت كيطراو متابعين، نقدرو نكتشفو أنه راه كاين شي حاجة هنا في هاد الطريقة النظر إلى الأشياء، وخا أنها كتبان غير منطقية. باش نحاولو نقربو من الفهم داد العجب، نقدرو نبداو بمنظور الحرية. الحرية الافتقار لها أو الوجود ديالها هما الخيط اللي إذا شديناه بشدة غيتسبب في الانهيار ديال المعتقد اللي عندنا على البعد الأفقي. هو يبدا علينا عاوتاني بالبعد الأفقي والعمودي. غير بلاتي غنبقاو غاديين تنوصلوا لفكرة الموضوع. هنا الحرية ولا الافتقار ديالها هما السارود ديال كلشي. حنا كنجرو داك الخيط من خلال الفهم أنه ما كاينش حرية في خطرة في الزمن الخطي أو المتسلسل. الزمن الخطي أي الوقت اللي كيكون غادي في خط واحد وملاصق، الماضي ملاصق مع الحاضر والحاضر ملاصق مع المستقبل على شكل سلسلة. ملي كنشوفوا هاد البلان كنلاحظوا أنه ما كاينش حرية في هاد الخطية، حيث الخطية كتعني ديما حاجة كديك لحاجة أخرى بلا ما تاخد تستراحة. إذا كان شي استراحة ولا انقطاع بيناتهم، هذا كيعني الخطية ماشي خطية. أو بعبارة أخرى، إذا ما كانش الاستمرارية مستمرة، هذا كيعني أنها ماشي استمرارية. الاستمرارية كتساوي السببية المنطقية. إذا جينا ندويو من ناحية المنطق، نقدروا نقولوا حاجة منطقية كتأدي لحاجة منطقية أخرى. وإذا دوينا من ناحية السببية، كنقدروا نقولوا حاجة كتسبب حاجة أخرى. أي حاجة كتطرى في المنطق ديال الاستمرارية كتبع منطقيا الحدث اللي جا قبل منها. أي حدث طرى أو تنشأ راه كان السبب ديالو الحدث اللي قبل منه، وبنفس الطريقة هاد الحدث اللي تنشأ كيسبب الحدث اللي هيجي موراه، والحدث اللي وراه كيسبب الحدث اللي وراه، واللي وراه كيسبب اللي وراه، وغادا. وانا ما عرفتش فين غادي بهادشي تانا. ولكن هادشي كيعني انه ما كاينش شي حدث كيتنشا اصلا او احداث كيطراو بطريقه متسلسله. كيفاش ياك عاد دابا كنتي كتقول ان الاحداث متسلسله؟ واش مسيقطينك علينا تربج لينا الدماغ؟ هي بلاتي تبع معايا. نقدروا نقولوا انه ما كاينش احداث جديده كتنشا، حيت كاع هاد الاحداث هي فقط حدث واحد، داك الحدث اللي طرا اول مره في بدايه السلسله. هادشي كله حاجة وحدة، حيت الاستمرارية استمرارية ملاصقة وما فيهاش استراحة ولا فاصلة، حتى حاجة ما تقدر تطرى في السلسلة المنطقية. هادشي علاش نقدروا نقولوا ما كاينش شي حاجة كتنشأ. باش تنشأ ولا تطرى شي حاجة خاص تكون حرية، وكيف قلت في البداية ما كاينش حرية في الاستمرار المنطقي. هذه هي النقطة ديال المنطق، هو انه ما يمكنش تكون فيه حرية. هذا هو المفهوم ديال القوانين ولا القواعد. القواعد كتعني انه ما كاينش حرية، يعني داك الاحداث اللي كيطراو ماشي احداث كيطراو. القضية كلها هنا غير واحد الحاجة اللي ديجا طرات في البداية وبقات غادة كتمدد وكتعاود، والحاجة اللي كتعاود ما كتبقاش حقيقية. اللي بغيت نوصل هنا هو انه حيت ما كاينش حرية في المنطق الاستمراري، ما كاينش حرية في الزمن الخطي،
حيث المفهوم الخطي هو الاستمرار. باش تقول ما كاينش حرية في الزمن الخطي بحال اللي كتقول حتى حاجة ما تقدر تطرا فيه، اي حتى حاجة ما تقدر تطرا في الفترة اللي كتفصل بين الولادة والموت. واذا نيت ما كترى حتى حاجة جديدة في الزمن الخطي حيث هو خط واحد، اذا داك الفاصل اللي كيفصل بين الولادة والموت ماشي فاصل اصلا، الموت كتجي مباشرة بعد الولادة، يعني ما كاين حتى شي جورني او رحلة كنعيشوها بيناتهم. نقدروا نقولوا كاين واحد النوع ديال الرحله، ورصي معانا دابا تبقى علينا، كاينه رحله ما كايناش رحله؟ وهير بلاتي، كاين واحد الرحله ولكن هي فقط رحله افتراضيه، هي رحله موجوده فقط في المظهر ولكن ماشي في الواقع. الاشياء كيبانوا كانهم كيطراو ولكن ما كيطراوش، كتبان كانها طاريه شي حاجه ولكن ما كاين والو. بما ان الزمن الخطي هو كل طرف او حدث واحد، الوجهه ديالنا في هذه الرحله هي نفسها البلاصه اللي انطلقت منها الرحله، هادشي علاش سميتها رحله افتراضيه. وداك التصور ديال التغير للاحداث اللي كنعيشو بشكل مقنع هو فقط غير وهم. اي لحظه ملي كنديرو شي اختيار ولا كنحسو بالحريه في هذه الرحله الافتراضيه راه كيكون غير تخيل وهمي. عارف هادشي كيفلاشي الدماغ، ما غير صبروا معايا. اذا كانت اي حاجه كطرى راه ديجا طاريه، وهادشي كله حدث واحد ملاصق طرا في البديه وبقى غادي كيتمدد، كيفاش يمكن يكون عندنا خيار؟ وكيفاش يمكن نكونوا مخيرين وعندنا حريه؟ كلشي ديجا محدد من البديه. هنا ما كندويش على القضيه ديال العقيده الحتميه او القدر، واخا اذا جيتو تشوفوا هادشي اللي كنقول غتلقاو كيتسمع بحال اللي راه كندوي على القدر. البعد الافقي هو فعلا محتوم ومحدد، ولكن هذا الافقي عمره ما كان حقيقي اصلا حيت غير كيتعاود، اذا راه ما محسوبش. البعد العمودي هو اللي حقيقي وما فيه حتى شي حاجه محدده. دابا انا اش كنقول ما فهمتش؟ هذه هي ملي كتكون جالس تكيهرب ليك. مهم اللي بغيت نقول هو انه البعد العمودي حقيقي ولكن ما فيهش واحد المده، حتى حاجة حقيقية ما فيها مدة. وعلى عكس شنو نقدروا نظنوا، المدة كتعني التمديد المتكرر، اي تبقى تقول في الحاجة وتعاودها هي النيت، وهاد الحاجة اللي كتبقى تعاود بلا فايدة هي اللي كنرمز لها كأنها غير حقيقية. الجديد حقيقي والفريد او اليونيك تا هو حقيقي، لكن التكرار الزائد غير حقيقي، وحيت التكرار الزائد غير حقيقي ما فيهش حرية. هادشي اللي كيقول لنا الافتقار ديالنا للحرية، كيقول لنا انه الواقع اللي كناخده بجدية هو مجرد خدعة، الرحلة هي فقط افتراضية. الحاجة اللي كناخده بجدية في هذا الزمن الخطي هي الذات، الذات اللي كنحاولوا نكرروها ونمدوها، الذات هي داك التكرار الزائد اللي ما بقى عنده معنى. واخدين بجدية هاد المهمة الشاقة باش نخليو الذات دائمة، هذا اللي كيخلينا منشغلين وقلقين باستمرار. السؤال اللي كيبقى ديما مطروح عندنا هو واش غنبقاو ديما قادرين على إدامة هاد الذات بنجاح ولا لا؟ ما كايناش حرية بهاد الحتمية على الإطلاق. كما كنشوفوا إذا فكرنا في هاد البلان، حتمية إدامة الذات بنجاح ما عندها تا علاقة بالحرية. هنا كندوي على حاجة أخرى، كندوي على الخوف، والخوف هو النقيض ديال الحرية، ماشي تعبير عليها. بشكل غريب هنا تخلطات لينا الحرية مع الخوف وولات عندي رفيسة ديال الأفكار. اللي بغيت نقول هو أنه طالما أننا مدهولون بسرد الذات إذا ما عندنا حتى حرية. إيوا فين بغيت توصلنا دابا؟ كنقصد الحرية الوحيدة اللي غنقدروا نحصلوا عليها هي حرية الاستمرار في تمديد الذات إلى الأبد، ولا بعبارة أخرى الحرية في محاولة الاستمرار بذلك. هاد التفكير هو منين كتجي هاد الجدية ديالنا كلها، هذا هو المكان اللي كتجي منه السلوك ديالنا المدفوعة، ومن هنا كتجي أيضا السلبيات ديالنا. كيف ما كيقول بيتر دي أوسبينكسي، السلبيات هي دائما نتيجة ثانوية ديال الذات الزائفة. والبلان المثير للفضول في هادشي هو أن حياة الذات اللي من المفترض تكون هي الحدث الرئيسي ماشي حدث أصلا، حيت حتى حاجة جديدة ما كترى، حتى حاجة جديدة ما كتنشأ، إذا حتى حدث ما كيحدث، حنا فقط كنتوهمو أنه راه طاري شي حدث. هادشي ماشي غريب كيف ما كيتسمع، مثلا العالم الغربي والدول الأوروبية مهووسين بفكرة الزمن الخطي وكيشرحوا بها أي حاجة، ولكن ماشي كاع الثقافات عندها التوجه. كاين بعض الثقافات عندهم توجه اكثر نحو الخلود، اللي هو البعد العمودي اللي ذكرت قبل، او كما كيسميوه بطريقه اخرى السكان الاصليون استراليا دريم تايم او وقت الحلم.
في البداية الرحلة الحياة ديالنا كنطلقوا من وقت الحلم وكندخلوا في العالم الخطيط حياتنا اليومية، وفي النهاية داد الرحلة كنلقاو راسنا رجعنا عاود لوقت الحلم. هذا كيعني كنكتشفوا أن الرحلة ديالنا عمرها طرات، الرحلة كانت مجرد خدعة، كانت حقيقية فقط وفقا للشروط ديالها الخاصة كرحلة افتراضية. هادشي علاش ذكرت أن الموت كيجي مباشرة بعد الولادة. كلنا كنعتقدوا أن هذه الرحلة هي الفترة اللي كتفصل بين الولادة والموت، وكنعتقدوا أنها عندها مدة، ولكن هادشي ماشي بالصح. ما كاينش واحد الزمن متسلسل، وإذا ما كانش ميمكنش يكون شي فاصل. هادشي اللي كيقول لنا الافتقار المؤلم ديالنا للحرية في هاد المجال السببي، كون كنا فقط نقدرون فهمو هاد المهزلة. ومرة أخرى ما تسولونيش منين قلتي.